طبعا الأجواء في العاصمة بغداد بعد إعلان نتائج أو بعد إعلان النتائج التحقيقية من قبل مستشار الأمن القومي قاسم العرجي لم تكن بالمستوى المطلوب التي يطمح إليه المواطن البغدادي أو العراقي بشكل عام. كان يطمح إلى كشف الجهات التي سعت باختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كون أن كل المعدات التي صنعت لاختيار رئيس الوزراء كانت محليا. إذا المواطن البغدادي لحد هذه اللحظة منتظر النتائج النهائية الجهة التي نفذت اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. طبعا على كلام المحللين السياسيين والعسكريين قالوا أن الذي أرادوا اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هم أنفسهم الذين يعبثون بأمن البلد الإقليمي وكذلك المجتمعي الداخلي. إذن هنالك الكثير من النتائج التي ينتظرها المواطن البغدادي، هذا كان على شكل أمنيا. أما سياسيا فهنالك ربما المشهد يسوده الغموض والضبابية بين الفرقاء وبين الحلفاء. التيار الصدري يريد أن يذهب بتشكيل حكومة أغلبية لا توافقية محاصصية بين كالحكومات السابقة التي مضت في السنوات السابقة. المشهد ربما السياسي ضبابيا لحد هذه اللحظة، الكل يتناحر من أجل السلطة، الكل يريد أن يصعد ويمسك زمام الأمور ربما بعد إعلان النتائج النهائية في الأسبوع أو في نهاية هذا الأسبوع. ربما سيكون هنالك توترا على أنصار الكتل المعترضة ويستخدمون احتمال هنالك تصعيد خطير في أي يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة ربما مع إعلان النتائج سيكون هنالك تصعيد من أنصار الكتل المعترضة. هم في الأيام العادية يصعدون بدخول المنطقة الخضراء وبتهديد السلم الأمني والمجتمعي، فكيف إذا كانت الانتخابات أعلنوا نتائجها وكانوا هم الخاسرون؟ هنا سندخل في موقف ثاني لا يحسد عليه يهدد الأمني المجتمعي. طبعا في العاصمة بغداد بعد عملية اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شهدت انتشارا أمنيا مكثفا في سوح الاعتصام وكذلك أيضا في المنطقة الخضراء. هنالك انتشار أمني لحد هذه اللحظة في ساحة التحرير وكذلك من بوابة وزارة التخطيط، إن كانت على بوابة جسر المعلق بوابة المنطقة القادسية هنالك انتشار أمني مكثف جدا تحسبا لما بعد إعلان النتائج وما ستؤتي بها النتائج. النتائج قالت المفوضية أنها ستكون مطابقة، هنالك تغيير حصل 4 مقاعد إلى 5 مقاعد، فإذا لا يحسن أو لا يرضي مطالب أنصار الكتل المعترضة والإطار التنسيقي، سندخل في دوامة جديدة من الأزمات وسندخل في فوضى عارمة تشهدها بغداد في الأيام القادمة.